هي عودة إلى ماضي المستقبل ولكن بحلة جديدة. من كواليسه أحيا الفنان أحمد قعبور فرقة الطرابيش بعد طول غياب ليقول للناس عبرها هالدنيا أحلى 2-2 وما فوق، وليعطي أملا وبسمة. دمي دم 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 دمي دم 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 دم. هذه نغمة أمي كانت تقلت، كانت تغنيها هي وصغيرة، كانوا يرقصوا عليها شيء هيك بيشبه رقص الهوانم. حتى سمعتها مرة لما كبرت وصارت تيتا أمي، سمعتها عم ترقص أحد أحفادها حاملته، عم تقول دمي دم 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 دم. فالنغمة حسيتها كتير قريبة، وحسيت إنه بيلبق لها تكون غنية، يعني خاصة إنه مصدرها مصدر هيك بالوجدان الشفوي الشعبي. فعملت لها رداء الأغنية، كتبتها ولحنتها وغنيتها. بلمسته الخاصة حاول المخرج وليد نصيف أن يدمج الحاضر بالماضي. بالنسبة للعمل مع تلفزيون مستقبل، يعتبر منه فينا نسميه بس كفيديو كليب. هو أكبر من فيديو كليب لأنه منه مبني بس على فنان وبيوتي شوت وعندك خط درامي، مبني على إيجابية كتير كبيرة اجتمعت تعطي بقوله نفس أمل لأي مشاهد ممكن يشوف هذا العمل. الأوديو فيه مثل ما بقوله إيجابية معينة ونقد معين علاجناه بطريقة هيك مثل ما بقوله هيك تاتش صغيرة، تقدر تترجم بأي شكل من الأشكال إحساس أحمد قعبور شو صنع بهذا الأوديو. مكان التصوير وسط بيروت بتراثه ومبانيه الحديثة. المكان جمع معتمري الطرابيش ووجوه المستقبل. إنتاج جديد إذن من سلسلة إنتاجات لطالما أحبها الناس ورددوها، سيرافقنا خلال شهر رمضان المبارك وما بعده.